خلينا نشوف مع الدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني كافه هذه الاستثمارات الضخمه اللي موجوده في سيناء ومدن القناه، يعني كلمنا عنها ازاي قدرنا نحقق هذه الاستثمارات ونحن في نفس الوقت عندنا ايضا مشاكل وعندنا ضخ اموال لحمايه مصر من الارهاب. طيب، هو بدايه كده زي ما حضرتك عارف الاداره الجديده يعني بعد 30 يونيو جت علشان يعني تعيد توزيع مخصصات التنميه على الاقاليم المصريه بالتساوي. احنا كنا يعني فتره اهملنا اطراف الدوله المصريه، سواء بقى الوادي، سواء الساحل، سواء سينا، اهملناها تماما، يعني مخصصات التنميه بالنسبه لها اهملت تماما، وركزنا التنميه على الوادي والدلتا وكمان شمال الوادي والدلتا. الاداره الجديده جت بفكر ان هي تعيد توزيع هذه المخصصات بحيث ان هي تحقق بقى ايه يعني ارتقاء بالخدمات المقدمه للمصريين على كل انحاء الجمهوريه، وتحاول تخلي بقيه المصريين اللي في الاقاليم اللي اتمنعت من التنميه يعني تحصل الاقاليم اللي كانت واخده مخصصات تنميه قبل كده مع زياده المخصصات للاقاليم كلها. ده جاء في اطار بقى ان احنا بنعمل حاجه اسمها اعاده تطبيع لحياه المصريين. تمام. المصريين كلهم زي ما حضرتك عارفه بداوا يعني في العشر سنين الاخرانيين قبل يناير يعني عانوا معاناه رهيبه جدا بالنسبه للمرافق وهكذا. بدأنا نشوف بقى انقطاعات الكهرباء، تردي في الطرق، تردي في الخدمات المقدمه للمصريين بشكل عام. صحيح. علشان كده الاداره جت تعيد تطبيق الحياه. سينا بقى كانت اكثر المناطق المحرومه بشكل كبير جدا، الحياه فيها كانت شبه يعني مستحيله. الاداره الجديده للمشروعات اللي حضرتك اللي احنا قلناها دي كانت جايه تهدف الى ان هي تخلي الحياه في سيناء حياه طبيعيه، المواطن فيها زي المواطن اللي عايش في القاهره، اللي عايش في المنصوره، اللي عايش في طنطا، اللي عايش في اي حته في مصر. وبالتالي التنميه استهدفت الاتي: اول حاجه ان هي تخلق مجتمعات عمرانيه جديده وتطور المجتمعات العمرانيه اللي كانت موجوده قبل كده، والمجتمعات العمرانيه الجديده دي والمجتمعات العمرانيه اللي اتطورت لازم يبقى فيها خدمات رياضيه وثقافيه وتعليميه، وعشان كده اتخلق بقى يعني بتاع مدارس، اتخلق نوادي ثقافيه، اتخلق مكتبات، اتخلق قاعات افراح. ومع دوت عاوز بقى حضرتك توصل لي البنيه التحتيه بشكل كبير جدا، تعيد توصيل الميه، تعيد توصيل الكهرباء، علشان كده اتخلقت محطات الكهرباء اللي بتشتغل بالطاقه الشمسيه الاوف جريد، عشان الاستثمارات طبعا اللي هتوصل لسينا محتاجه رقم كبير، فقلنا نعمل اوف جريد يعني محطات طاقه شمسيه بعيده عن الشبكه بحيث انها توفر الكهرباء لاهالي سينا، وفي نفس الوقت كمان محطات تحليه ميه بعيده عن ميه النيل عشان نفس التكلفه الكبيره. الاثنين دول كده خلاص خلصنا، المواطنين بدأوا يوصلوا. طيب المواطنين بقى دول عاوزين فرص عمل، نبدأ بقى نخلق المشروعات المتعدده اللي حضرتك قلت عليها دي بحيث ان احنا نوفر 100,000 فرصه عمل، تبقى سينا جذبه للسكان علشان تتحول سينا من مكان طالب السكان، من مكان مكفر، الى مكان ينفع استغلاله اقتصاديا. وزي ما حضرتك قلت بالظبط، سينا كنز كبير جدا مليئه بالموارد، بس هي نادره السكان مع عرقله استغلال الموارد. عشان كده اكيد انا بس اسمح لي دكتور شادي برضو، خليني يعني برضو الساده المشاهدين نبص معاك على الخريطه وهذه الارقام. احنا بننتقل في سينا اذا ما بين راس سدر، ما بين بورسعيد، ما بين العريش، ما بين وسط سينا، ما بين العين السخنه، اذا وكان العمل دائر في كل سيناء. يعني كلمني على يعني هذه المنطقه اللي كانت اساسا بعيده عن مصر، ثم عادت بالسلام، ثم عادت بالتنميه والعمران وحتى في وقت الارهاب. كلمني عن هذا امام بقى المستثمر عندما يرى بان هذه المناطق كلها بها اماكن للاستثمار في اكثر من موقع على الخريطه السنويه. طبعا هو حضرتك لو حضرتك مستثمر حضرتك عاوزه ثلاث حاجات في اي منطقه عشان تقدر تستثمر فيها. اول حاجه عاوزه المرافق والبنيه التحتيه، زي ايه؟ زي ان يكون في طريق يوصل لحضرتك المواد الخام وطريق ينقل المنتجات بتاعتك. تمام. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه عاوزه كهرباء مستمره عشان تقدري اصلا تطلعي المنتج بتاعك، عاوزه طاقه عشان تشتغلي بيها، وعاوزه اهم مدخل من مدخلات اي صناعه في الدنيا بعد الكهرباء هي الميه، لازم تكون دي متوفره علشان نقدر نطلع اي منتج. الاثنين دول خلاص اتكلموا حضرتك كده في كل سينا. بعد ما نخلص الاثنين دول لازم يبقى في بشر يشتغلوا، لان انا مش هفتح المصنع واشغله بالكامل، يبقى لازم في بشر يشتغلوا. عشان كده حضرتك التنميه استهدفت طول سينا وعرضها، وهتلاقي حضرتك الاماكن اللي حضرتك قلتها دي متوزعه بشكل عادل تماما ما بين جنوب حقيقي. سينا وشمال سينا، رغم ان خد حضرتك شمال سينا كان بيجري فيها عمليات ارهابيه. وصلنا في 2017 تمام، يعني زي ما حضرتك بتقول بص الارقام، يعني 50 مليون تكلفه المجمع الصناعي الحرفي بالعريش، يعني اذا يعني العريش تعمل يعني يد تبني ويد تحمل السلاح،
في نفس الوقت والرقم اهو امامنا. المجمع ده فندم اتعمل وسط لما كانت معدل العمليات القهريه 3 عمليات في اليوم، وصلنا ل 900 عمليه في السنه في 2017. فبقول لحضرتك كده ان احنا الـ 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 المشروعات اللي استهدفها التنميه في سينا، الايد اللي اتحطت في سينا كان هدفها ان هي تخلي سينا طبيعيه، تطبع أكيد. الحياه فيها بحيث ان المصريين يعيشوا فيها زي اي جزء ثاني من ارض مصر. اكيد، وهتفضل سينا هي يعني ميدان التعمير طول الوقت والتنميه. دكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي، اشكرك شكرا جزيلا.